ومن رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، لأنه إذا كانت هناك خلافات بين الرجل والمرأة وهذه الخلافات لا يمكن حلها، فإما أن نقول الطلاق بيد الرجل، وإما أن نقول الطلاق بيد المرأة، وإما أن نقول الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما، وإما أن نقول لا طلاق، وإما أن نقول الطلاق لا يكون إلا باتفاق بينهما. هذه خمسة أحوال، والشريعة جاءت بأمور إما أن تكون كلها صلاح من أولها إلى آخره، وإما أن يكون غالبها تأخذ بالأغلب بالأشهر بالأحسن وتتجاوز عن بعض الأمور. ولذلك إذا تعارضت مفسدتان ماذا نفعل؟ نترك أشد المفسدتين ونأخذ أضر أخفهما، إذا تعارضت مصلحتان نأخذ أقواهما، وهكذا. وإذا قال سفيان الثوري: ليس الفقيه الذي يعرف المفسدة من المصلحة، ولكن الفقيه الذي يعرف أعظم المفسدتين أو أعظم المصلحتين وأخف المفسدتين. فمن رحمة الله أن جعل الطلاق بيد الرجل، لأنه لو كان الطلاق بيد المرأة فإنه لن تستقيم الحياة، لأن المرأة انفعالية بطبعها، عاطفية، ويمكن أن تطلق لأتفه الأسباب، لأي مشكلة ممكن أن تطلق. لكن الرجل أعقل من المرأة في هذا، لأنه يحكم عقله أكثر من عاطفته وإن كانت عنده عاطفة، والمرأة تحكم عاطفتها أكثر من عقلها وإن كان عندها عقل، لكن العاطفة عندها تطغى والرجل العقل عنده يطغى. فجعل الله الطلاق بيد الرجل دون المرأة، ولو كان الطلاق بيدهما معا لابد أن يتفقا لصار العناد بينهما، ولو كان بيد طرف آخر خارجي فإن هذا الطرف الآخر عادة لا يعرف العلاقة الطيبة، لا يعرف الأيام الجميلة التي كانت بينهما، ويحكم بدون عواطف بدون كذا، بينما الزوج يتذكر أياما جميلة كانت منها فيفوت لها ويتجاوز ويغض الطرف وغير ذلك من الأمور. ولذا جعل الله تبارك وتعالى تدخل أطراف خارجية آخر شيء، وإن كان لا طلاق هذه مصيبة. كيف يعيش رجل مع امرأة لا يحبها ومشاكلهما كثيرة، وكيف تعيش المرأة مع رجل لا تحبه ومشاكله كثيرة؟ لا يمكن أبدا. ولذا كان الطلاق رحمة